بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل عبد الرحمن الدحيم يقول: كيف يكون الصبر على الفتن ومجاهدة النفس على الطاعة والبعد عن المعصية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالصبر عن الفتن بأن يتجنب الفتن ويبتعد عنها ويسأل الله السلامة منها. وأما بقية السؤال، الصبر على الفتن ومجاهدة النفس على الطاعة والبعد عن المعصية. نعم، مجاهدة النفس على الطاعة هذا واجب على المسلم، أن لا يستسلم للكسل ويطيع نفسه، بل يأخذ بنفسه ويعزم عليها ويعودها على الطاعة ويروضها عليها. إن جهاد النفس هو أول أنواع الجهاد وهو أعظم أنواع الجهاد، فمن لم يجاهد نفسه لم يجاهد غيره. نعم. امرأة تقول: زوجي يصلي الجمعة في البيت وبقية الصلوات يصليها في البيت، وعندما ننصحه يقول هذا جائز. ليس هذا جائزا إلا إن كان له عذر، إن كان له عذر شرعي يجوز له يصلي في البيت. أما إن لم يكن له عذر وهو يسمع النداء فعليه أن يسعى إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. والذي لا يصلي الجمعة ولا الجماعة هذا عليه خطر عظيم. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما، قال سأله السائل، قال: رجل يقوم الليل ويصوم النهار لكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، قال: هو في النار. ومثل هذا لا يقوله ابن عباس اجتهاده، بل هو في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، ما حكم الأذان للصلاة والرجل عليه جنابة في المسجد؟ لا بأس، لا يشترط الطهارة للأذان، لكن يستحب أن يكون متطهرا من الحدثين. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، أنا لا أسلم على زوجة أبي وقد قاطعتها ولا أرد عليها التحية لأني أخاف منها وهي عدوة لوالدتي. ما دامت أنها زوجة لأبيك فإن من الإحسان إلى والدك أيضا من حسن الخلق أن تواصلها من أجل أنها زوجة لوالدك، وربما تكون أما لأولاده، فلا وجه لامتناعك. وأما أن بينها وبين أمك شيء فهذا ما ندري وش السبب، ربما أن تكون أمك هي المخطئة، فعليك أن تصلح بين أمك وزوجة أبيك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد في قريتنا قطعة أرض كبيرة ويوجد بها أجزاء من عظام متناثرة، ويقولون بأنها بقايا من آدميين بهذه المقابر، وماتوا فيها قبل أكثر من 150 سنة، وأكثر هذه مبعثرة على الأرض، فجعلناها ملعب للأطفال ومكان للمناسبات الزواج، ونحن نجهل هذه الطريقة. نعوذ بالله، هذا من إهانة المسلمين الأموات. عليكم بمراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في هذا الموضوع، وإذا ثبت لديها أن هذه مقبرة فإنها تخاطب مدير البلدية من أجل تسويرها واحترامها، لا يجوز امتهان قبور المسلمين. نعم. هذه السائلة لها أكثر من سؤال، تقول: إذا كنت تعبانة فلم أصلي قيام الليل ولم أستطع القضاء ضحا في اليوم التالي، فهل أقضي بعد الظهر أو بعد العشاء؟ فات وقت القضاء. قضاء الوتر ما بين ارتفاع الشمس
إلى قيام الشمس وسط السماء قبيل الظهر، هذا وقت قضاء الوتر. تقول: أنا قاسية مع ولدي وهو في 12 من عمره في حرصي على تحسين صلاته والاطمئنان بها، هل الشدة مع الولد في تحسين الصلاة صحيحة؟ تعاملي معه بالرفق واللين والترغيب، إلا إن رأيت منه قسوة وتمنعا من الصلاة فإنك تشتدين عليه حتى ينزجر ويتعدب. نعم. يقول: هل ورد هذا الحديث: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار؟ هذه مشروعة الأمور الثلاثة، لكن جمعها في حديث واحد لا أعلم له أصلا، والله وارد في الأدلة، لكن الذي يعرفه أنها متفرقة. نعم. وهذا عبده من الدمام يقول: أختي توفيت وعليها 5 أيام قضاء من رمضان، هل يجوز لي أن أصوم عنها أو أعطي كفارة للغير؟ صومك عنها أحسن، أصومه عنها، جزاك الله خيرا لإبراء ذمتها. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. هذا يسأل عن حكم الصلاة خلف شخص يؤم المصلين ولا يحسن الوضوء، هل صلاة المأمومين صحيحة؟ إذا عرفت أنه لا يحسن الوضوء وأن وضوءه ليس بصحيح فلا تجوز الصلاة خلفه، لا أنت ولا غيرك، لأن صلاته غير صحيحة، لأن الوضوء والطهارة شرط لصحة الصلاة، الصلاة يشترط لها الطهارة، فإذا علمت أن هذا لا يحسن الطهارة وأنه يتساهل فيها فلا تصلي خلفه، وحذر منه أيضا المأمومين، لأن المأموم إذا علم بعدم طهارة الإمام من الحدث لا يجوز أن يصلي خلفه ولا تصح صلاته. نعم. يقول هذا السائل: ما معنى قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معبود، هو الله المعبود في السماء، تعبده الملائكة في السماء ويعبده أهل الأرض، فالألوهية معناها العبادة. نعم. هل يجوز صيام الخميس والاثنين وعلى الشخص قضاء من رمضان؟ نعم، لا بأس بذلك، ولكن كونه يبادر بالقضاء أحسن ليبرئ ذمته من الواجب. نعم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، السؤال الأول يقول: كيف أتعلم العلم النافع وكيف أحفظه؟ يا أخي، تعلم العلم النافع بالطرق الشرعية، إما أن تلتحق بالمدارس والمعاهد والكليات الشرعية دراسة نظامية، وإما أن تجلس على أهل العلم الذين يجلسون للناس في المساجد وتقرأ عليهم من الكتب ما تستفيد منه. نعم. سؤاله الثاني فضيلة الشيخ يقول بأنه شاب يحب أن يصلي الفجر مع الجماعة، ولكن عنده مشكلة تواجهه وهي النوم الثقيل، مع العلم يقول يا شيخ بأني آخذ بالأسباب مثل المنبه وغيره ولكنني أنام متأخر. ذكرت السبب، نم متقدم، قدم النوم، نم من أول الليل حتى تأخذ حظك من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء، كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء لأجل أن ينام حتى يقوم للتهجد ولصلاة الفجر، هو عليه أنه ينام من أول الليل ليأخذ حظه راحته من النوم ثم يقوم، هذا هو الحل. نعم. السائلة تقول بأن والدتي مصابة بالفشل الكلوي ولا تستطيع الصوم، فما رأي الشرع في نظركم في ذلك؟ يطعم عنها كل يوم مسكين بمقدار 1.5 كيلو من الطعام، إذا جمعها عن جميع الأيام أخرج 45 كيلو أعطاها للفقراء كفى هذا، سواء أخرجها جميعا أو متفرقة. نعم. سائل آخر يقول: أسأل عن التدخين وعن شربه وبيعه، مأجورين؟ الدخان حرام شربه وحرام بيعه وحرام أكل ثمنه، لأنه ضار بالاتفاق وإجماع، حتى الذين يشربون يعرفون أنه ضار، وكذلك خبيث الرائحة، خبيث الطعم، له آثار سيئة على الجسم وعلى الفم، يعرف شارب الدخان بمظهره ويكرهه الناس بمظهره السيء، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله من ترك الدخان، تجتنبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في عملي في الشركة مصلى يصلون فيه وأنا أصلي معهم،
فهل أصلي معهم باستمرار أم أخرج إلى المسجد وهو قريب من الشركة؟ إذا كان خروجك إلى المسجد لا يخل بعملك أخرج، خروجك أفضل أو هو الواجب. أما إذا كان خروجك إلى المسجد فوت شيء من العمل أصلي معهم لأجل أن تقوم بالعمل على الوجه المطلوب. نعم. السائلة أم أحمد تقول بأنها أدت العمرة وهي متنقبة أثناء إحرامها حتى أنهت العمرة ورجعت إلى بيتها في الرياض وهي جاهلة. إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، ولم تعلم حتى فرغت من العمرة لا شيء عليها. نعم. أحمد عثمان يقول الشيخ بأنه اشترى سيارة مرهونة ولم يعلم، فهل يجوز له أن يقوم ببيعها بنفس الطريقة التي اشتراها بها؟ إذا كان المرتهن صاحب الدين لم يأذن فلا يجوز بيعها إلا بإذن المرتهن، فبيعها غير صحيح. نعم. هذا يسأل الشيخ عن كيفية العمل بالقرآن وتطبيقه. كيفية العمل بالقرآن أن تطيع ما يأمر الله به في القرآن، أن تطيع الله جل وعلا فيما يأمر به في القرآن من واجب ومستحب، وأن تترك ما نهى الله عنه في القرآن من محرم أو مكروه مع النية الصالحة وطلب الثواب من الله عز وجل، وأن تعتقد ما دل عليه القرآن من توحيد الله وأسمائه وصفاته، وأن تخاف من الوعيد، وأن ترجو الله بآيات الوعد. نعم. أحسن الله إليكم. إذا دخل الإنسان المسجد والإمام في التشهد الأخير فجلس معه، وعند السلام قام ليقضي ما فاته، فأتى شخص آخر وصف معه، هل هذا جائز؟ لا أعلم ما يمنع من ذلك. وأذكر أنه صدر في هذا فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز ذلك، ولا يؤثر على هذا إلا أن يقال هذا مأموم، والمأموم لا يتحول إماما إلا إذا استخلفه الإمام. نعم. وتكون الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة إن شاء الله. هل يجوز دفع شيء من الزكاة أو جزء من الزكاة لدور تحفيظ القرآن؟ إذا كان فقراء يعطى طلبها الفقراء فلا بأس، أما إذا كان يدفعها لتحفيظ القرآن ولا يعلم ماذا يصنع بها، قد تعطى للمرتبات للمدرسين أو وهم لهم رواتب من الجمعية أو من الحكومة، فلا يجوز هذا، لازم يعرف مصرفها أنها وصلت إلى الفقراء من الطلبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من السودان أرسل بهذا السؤال، يقول توفيت والدتي ولم تحج، وأنا هنا أعمل بالمملكة وقد أديت فريضة الحج والحمد لله، وأريد أن أحج عن والدتي. نعم، الحمد لله، ما دامت متوفاة وأنت قلنا لم تحج وحججت عنها، هذا من الإحسان والبر بها، ونرجو الله أن يتقبل منك ذلك. وأما حج النافلة عنها فهذا لم يرد به دليل، بدل أن تحج عنها حج نافلة تصدق بالمال على المحتاجين. نعم. يقول هذا السائل من السودان أيضا، عندما يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، وعندما يذكر اسم الله ما الواجب علينا في الذكر؟ تقول سبحانه وتعالى. نعم. هل تضاعف السيئات في مكة وكذلك الحسنات وكذلك في المدينة النبوية؟ نعم، تضاعف الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وكذلك في الحرم كله. نعم. مسجد الكعبة وما كان داخل الأميال كله الصلاة فيه مضاعفة إلى أضعاف كثيرة، 100,000 صلاة كما في الحديث. الصلاة في المسجد النبوي خاصة لا في المدينة، في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. نعم. وكذلك السيئات نعم، السيئات تغلظ ما تضاعف، لكنها تغلظ، ومن يرد فيه بإلحاد يعني الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان إذا نوى يذيقه الله من العذاب الأليم فكيف بالذي يعمل المحرمات. نعم. السائلة هدى تقول زوجي مريض بالسكر، وأكرمكم الله قطرات البول تخرج من أثناء ذهابه إلى المسجد من غير إرادته، هل يصلي بملابسه؟ لا، ما دام أنه وصل البول إلى ملابسه لا يصلي بها، لكن يجعل على ذكره واقيا يحفظ ما تسرب ولا يذهب إلى ملابسه. نعم. يسأل هذا السائل ما المراد بالقرض الحسن وما هي شروطه؟ قرض الحسن الذي لا يشترط فيه زيادة، وإنما قصد المقرض
يقرض الأجر والثواب وقضاء حاجة أخيه. نعم. أخيرا يقول السائل: هل ملامسة النساء تنقض الوضوء؟ إذا كان لشهوة المسألة فيها خلاف، لكن إذا كان لشهوة فإنه ينقض، مس النساء ينقض الوضوء مباشرة إذا كان مباشرة غير حائل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. تقبلوا تحيات زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.